وفي ذات السياق أكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي أن المسار الجديد لمترو دبي يراعي تحقيق الاستدامة بربط العديد من المناطق والمشاريع ذات الكثافة السكانية العالية الحالية والمستقبلية، بما يقلل نحو 20% من الازدحامات المرورية مع توفير عوائد مباشرة وغير مباشرة تناهز 56 مليار درهم. يعتبر مشروع الخط الأزرق من المشاريع الاستراتيجية اللي تنفذها حكومة دبي. طبعا هذا المشروع يتماشى مع خطة دبي 2040 ويحقق رؤية هيئة الطرق والمواصلات في حل مشكلة الازدحامات والنقل. هذا المشروع يتكون من حوالي 30 كيلومتر و14 محطة وتقريبا 28 قطار. بيكون له عوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية يصل قيمتها إلى 56 مليار. بيحل طبعا تقريبا 20% من الازدحامات في المنطقة، وبينقل تقريبا 320 ألف راكب في اليوم، وبيربط أيضا مطار دبي الدولي بتسع مناطق في دبي، وبيكون فيه إن شاء الله يعني محطة أيقونية، وفي بعض المحطات بتكون تحت الأرض وبعضها فوق الأرض. وهذا المشروع يعتبر من المشاريع الاقتصادية الهامة اللي أيضا بترفع قيمة الأراضي حول المحطات في مسار الخط الأزرق بحوالي 25%، وكذلك بيحل مشاكل كثيرة سواء بالنسبة للمواصلات أو زحمة الطرق.